هل تعرف من أين جاءت كلمة ليجو؟ هذه الكلمة لها أصل دنماركي، وهي في الواقع اختصار لكلمتين ليج جادت، والتي تعني العب جيدا. ولكن في هذه الأيام لا يتم استخدام الليجو فقط للعب. دعونا نلقي نظرة على التحف التي يصنعها الناس بمساعدة هذه الكتل البلاستيكية. من يرغب في الحصول على باقة جميلة من الزهور الغريبة في عيد ميلاده؟ ولكن لا يكفي أنه من الصعب العثور عليها وأنها باهظة الثمن، بل إنها تذبل أيضا في غضون أيام قليلة. حسنا، إليك الحل. زهور الليجو يمكنك أن تكون مبدعا كما تريد، وأن تصنع مجموعات ألوان غريبة وأشكال غريبة. هذا هو المستوى التالي من الهدية المصنوعة بيديك، أليس كذلك؟ أو لنفترض أنك بحاجة للتعبير عن حبك لشخص ما، بدلا من منحه بطاقات عيد الحب أو خبز كعك على شكل قلب، لماذا لا تصنع قلبا عملاقا من قطع الليجو، قلبا حقيقيا تشريحيا؟ هل أعجبك هذا؟ أراهن أنه بعد رؤيته لن يتمكن الشخص الذي يعجبك من رفضك. وبما أننا نتحدث عن الحب، تخيل أنك ستتزوج. إنه أسعد يوم في حياتك، وعندها يقوم حبيبك بشيء مشابه لما فعله زوج هذه المرأة المحب للليجو، وهو عبارة عن صندوق بطاقات الزفاف كبيرا وملونا ويحمل طابع حرب النجوم. حسنا، على الرغم من أنه ربما لم يتطابق مع ألوان حفل الزفاف، فأنا متأكد من أن الضيوف على الأقل حاظوا ببعض المرح، وربما فقط أحضر أحد الأشخاص الذين حضروا حفل الزفاف هدية مشابهة لشجرة بونساي الجميلة هذه المصنوعة من الليجو. إنه شيء جميل بعض الشيء، لكن هل لاحظت شيئا غريبا؟ لتقليد أزهار الكرز استخدم من صنع هذه التحفة الفنية الضفادع الوردية الصغيرة. إذا لم يكن هذا هو أجمل شيء ستراه اليوم، فلا أعرف ما قد يكون أجمل من هذا. من المؤكد أن الشخص الذي صنع شجرة الكرز كان يتمتع ببعض المهارات الفنية الرائعة، تماما مثل هذا الفنان من فرنسا. لقد تعاون مع الأطفال المحليين الذين تبرعوا بمكعبات الليجو الخاصة بهم، ثم استخدمها الفنان لترميم الأضرار التي لحقت بمباني المدينة بسبب بعض الأحداث التاريخية المأساوية. لنفترض أنك أتيت إلى تلك المدينة الفرنسية وتجولت فيها متعجبا من الرقع الإبداعية على المباني، ثم رأيت شيئا غير عادي، نافذة من الزجاج الملون مصنوعة من مكعبات الليجو. تذهب إلى الداخل وتتوقف في دهشة وتنظر إلى مدى جمال المنظر. ضوء الشمس يتسرب عبر قطع الليجو الصغيرة. وبما أنك موجود بالفعل في فرنسا، ما رأيك بزيارة باريس؟ هل تعرف أحد أشهر المتاحف في هذه المدينة وربما في العالم كله؟ صحيح، إنه متحف اللوفر. لذا دعونا نتوجه مباشرة إلى اللوحة الأكثر زيارة هنا، الموناليزا. وماذا لو أخبرتك أن شخصا ما قام بإنشاء نسخة من هذه التحفة الفنية، ولكن من قطع الليجو؟ بعد كل هذا التجول في المتحف، لابد أنك تشعر بالعطش. ماذا عن كوب من شاي البوب المنعش؟ أوبس، عذرا، هذا ليس للبيع. أولا، الكوب كبير جدا بالنسبة لإنسان عادي. ثانيا، إنه مصنوع من مكعبات الليجو. الآن ماذا تعرف عن الزرافات غير الرقبة الطويلة؟ تحقق من البقع البنية في جميع أنحاء جسدها. الزلاجات الدوارة. نعم، بعض الزرافات يمكنها بالفعل التزلج على الجليد، ولكن فقط تلك المصنوعة من قطع الليجو، مثل هذه الزرافة الرائعة التي تم صنعها بالقرب من مركز تجاري محلي. هل هذا هو المركز التجاري حيث يمكنك شراء أقراط ذات طابع ليجو؟ نعم، هذه الأقراط المتذلية من بوب راس، إنها تبدو رائعة حقا. إذا كنت من محبي الأقراط، أين سترتدينها؟ شاركينا أفكارك في التعليقات أثناء. تخيل أنك تدخل أحد متاجر ستاربكس وترى متجر ستاربكس آخر. يحتوي أحد مقاهي ستاربكس على نسخة مصغرة منه معروضة، وستاربكس الصغير هذا مصنوع بالكامل من قطع الليجو. إنه يحتوي على كل الأشياء الضرورية، حتى العملاء الصغار. أتساءل عما إذا كان هناك أيضا حمام ليجو صغير الحجم به رمز حمام صغير يتغير بين الحين والآخر. بالحديث عن نسخ صغيرة من متاجر مختلفة، لدينا هنا محل حلاقة يضم طوما صغيرا من قطع الليجو بجوار مكتب الاستقبال. لدينا تشابه مذهل هنا. انظر إلى الأشخاص الذين يعملون في الداخل، إلى آلاتهم الموسيقية، حتى أن لديهم جرامافون وبيانو. ولكن إلى جانب استخدامها في إنشاء روائع وأشياء لطيفة، يمكن أن تختم لعبة ليجو أغراضا عملية جدا.
على سبيل المثال، استخدم هؤلاء الأشخاص كتل ليجو لتخطيط الفناء الجديد الخاص بهم. تحدث عن حلول غير مكلفة وفعالة. وانظر في هذا الحل العملي، كان هناك مكان فارغ على الرصيف في الحرم الجامعي، وقد اختار شخص ما عدم تجاهل هذه المشكلة، وبدلا من ذلك قام بملء هذا المكان المفقود بمكعبات الليجو. بمعنى آخر، صنع لبنة من الطوب لتتناسب مع الطوب الآخر. يا له من حل رائع. هذه الخطوة التالية مشابهة، رأى أحدهم ثقبا في الحائط فكرر إصلاحه. الطريقة التي اختارها هي من أفضل الطرق على الإطلاق، ألا تتفق معي في ذلك؟ الآن هل تتذكر صندوق بطاقات الزفاف المصنوع بشكل جميل؟ لديه توأم اختار طريقا مختلفا في الحياة. انظر إلى صندوق البريد هذا، إنه عملي 100% ومصنوع 100% من مكعبات الليجو. إبداع بعض الناس لا يتوقف عن إثارة دهشتنا. إذا كنت ترغب دائما في الحصول على سيارة تشيفي سيلفرادو ولكن السعر يبدو مرتفعا جدا، فإليك البديل، سيارة مصنوعة بالكامل من الليجو. تم رصد هذا الجمال بالحجم الطبيعي في مركز جنرال موتورز، ومع ذلك هناك بعض المشكلات. حصل هذا النموذج على تصنيف الصفر بالنسبة لسلامة القدم، وكل اختبار أدى إلى الألم وبعض الكلمات البذيئة. ومن ناحية أخرى، أود أن أرى هذه السيارة وقد تم اختبارها ضد التصادم، سيكون هذا ممتعا جدا. ولكن دعونا نعود إلى الفن. استخدم شخص ما جميع مكعبات الليجو المتاحة لإنشاء هذه هل يجب أن تسميها لوحة؟ أيا كان فهي تبدو رائعة، ولكن ما هو أكثر روعة؟ انظر إلى الأرض، هذا رائع. قام شخص ما بصنع حلزون أخضر ساحر من قطع الليجو. إذا كنت تتساءل، فالحلزون عبارة عن جسم ذو شكل ثلاثي الأبعاد مثل سلك ملفوف بشكل موحد في طبقة واحدة حول أسطوانة أو مخروط. أفضل مثال على ذلك هو على الأرجح السلم الحلزوني. بالنسبة لي، هذه القطعة الفنية تذكرني بالبروكلي الرومي. وهذه القطعة الفنية التالية تثير دهشتي، إنها قطعة ليجو حمراء كبيرة مصنوعة من مكعبات ليجو عادية. ولكن ما خطبها؟ لماذا تبدو هكذا؟ هل سافرت عبر ثقب أسود لتحصل على هذا الشكل؟ هناك شيء واحد واضح، كن حذرا للغاية حتى لا تدوس عليها، فسوف تؤلمك كثيرا. ماذا عن شيء مرعب ويخطف الأنفاس في نفس الوقت؟ هذه إحدى منحوتات الليجو من معرض فن الطوب الذي أنشأه نيثان سوايا. هل فكرت يوما أن الليجو هو نوع من فن البيكسل ثلاثي الأبعاد؟ وهذا عمل آخر لنفس الفنان. انظروا كم هو معقد. إن مهارة المبدع تجعلني أرغب في الحصول على مجموعة الليجو بنفسي والبدء في العمل، على الرغم من أنني أشك في أن النتيجة النهائية ستكون قريبة من هذا. أعتقد أن عباد الشمس العملاقة هذه هي دليل عظيم على هذه الفكرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تحمل الطقس السيء، ومن المحتمل أن تبعد غودزيلا عن المدينة لأنه سيخاف من الدوس عليها. وإذا كنت تريد حماية منزلك، فلماذا لا تقوم بالاستعانة بهذا الديناصور لإخافة الزوار غير المرغوب فيهم؟ أعني أنه يبدو حقيقيا جدا. لا عجب، لأنه كان معروضا في متحف دينفر للطبيعة والعلوم. كان هناك تركيب فني في لاس فيغاس لعدة أشخاص مصنوعين من الليجو، جميعهم يبدون غاضبين رغم ذلك. لذا ربما بدلا من الديناصور يمكنك دعوة أحدهم لتأمين منزلك. وهنا قام أحد الأشخاص بإنشاء قطعة فنية جميلة، من الممتع جدا النظر إليها. الألوان واختيارات العناصر ممتازة، كلما حدقت فيه أكثر لاحظت المزيد من التفاصيل، هذا أكثر من مدهش. وأخيرا، في مركز علوم المحيط الهادئ في سياتل، كان هناك معرض فني للليجو. تم تشجيع الزائرين على كتابة أسمائهم على قطع الليجو وترك القطع على هذا البناء، والنتيجة رائعة حقاً.